تنقلع من هون ولا بحتسر ميتك بتمي؟ نزلت تحت الطاولة دماغ شلت، رفعت الجزدان ولقيت إيد شحدت نيح ما انقشتيها بالغلط. نزلت لعند الإدارة شعرها معبى كلياتها معجون. كان بدي إياه هو يجي يحاكيني، حمل حالي الضحك وراح. هاي كيفكن؟ اليوم نزلت على الشارع لحتى اسال العالم عن مواقف دائما بتصير معنا وبتحرجنا كتير يعني، وبنتمنى انه تنشق الارض وتبلعنا. يعني ما بعرف شو ممكن تكون المواقف، شيء بنقع، شيء بصير، شيء قدام حدا، يعني هاي القصص. وهلا شوفوا الحلقه، بس قبل عملنا لايك وكومنت وسبسكرايب. يلا مرحبا. مرحبا، بدنا تحكي لنا موقف صار معك وتمنيت الارض تنشق وتبلعك، تختفي من الوجود يعني. بتذكر مره كنت رايحه على المدرسه، بقى في شب عم يلحقني كل الطريق، وانا كنت عارفه انه اول طلعتي كنت شي تاسع، يعني انه اول طلعتي وهيك، وكثير يعني انه عايزه حالي بالخيط. ايه بقى لحقني انا عصبت اخر شيء، فتلت شو عنده، قلت له بتنقلع من هون ولا بحتسر ميتك بتمي؟ مسك علي كل والله لا والله ما بيصير. والله انت اكبر من هيك. ما طلع الحكي معي كذب، عم تمزحي. شو عملتي؟ شو شلون كان؟ شو عملت؟ ركضت هيك على البيت يعني انه خلص، يا ريت عم تشوفوا شيء ابدا. عم تقولها من كل قلبها يعني. قررت من هذا اليوم انه اذا حدا يلطشني خلاص ما عاد تحت مني. لطش قد ما بدك. ايه انه عن جد يعني ما اخر شيء احكي بدون، ما اخر شيء اتوتر. على فكره موقف لا تحسد عليه عن جد. نيالي صفقوا لي، لازم كلكم تصفقوا لي. يعني وقتها يعني غير انك ركضتي، شو صار معك؟ كيف تعاملتي مع الموضوع؟ هو رح موت يعني، انا جاكرت منه بزياده يعني، كنت متمنى اني اقتله لانه عرفتي توترت يعني. صار هو شو قال لك؟ هو كل الطريق عم بيقول لي لا والله ما بتحطيها بتمك، لا والله انت اكبر قدر، عرفتي الاستفزاز؟ صار يستفزها بزياده. انا ما عاد عندي شيء اقول له يعني، بلعتها انه بس بدي اوصل على البيت مشان الله. وقتها قررت انه احتفظ برايي لحالي يعني، وانه خلص لطش شو بدي اعمل. معها عن جد. شو صار معك كمان هيك مواقف ثانيه؟ بس يعني يكون هيك شيء ظريف. حرام كثير زعلتيني عليك اول موقف. شو صار؟ ولا كثير صاير يعني ايام المراهقه. مريا ياستي كنت رايحة، كان دنيا عيد كمان هيك، كتير عايزة حالي بالخيط وحاطة الدندارات تبع 10 ليرات مع البسطة طايرة عقلي بحالي. بقى ماشي عاد ما وزنتها سلتت بقلب الجورة. والله حرام. لا تذكريني بطفولتي المريا أمانة. شكله عايشة طفولة يعني، لا تحسد يعني كثير هيك، الله بيعمل فيه بيعاقبه. بقى سلتت بالجورة، وقعوا نظاراتي، ورفيتي قاعدة تضحك علي، والشباب اللي أنا موزنة كرمالهم كمان قعدوا يضحكوا علي. هي الدنيا كلها صارت تضحك عليك يعني. تضحكوا علي. أنت لحالك ولا حدا قوة منك؟ لا يعني هي الله يجيرك لبعدي من هون، خلص ما حدا يقرب علي. أنت ابتعد عني. معصبة كمان. ولو النظارات وقعوا والطاقية وقعت، ولو النظارات ابو 10 ليرة حالي، ولابسة كل تياب العيد، واخر شيء بالشورى لابسة الخزانة كلياتها حاطيها عليك اجباري يعني، واخر شيء وقعتي بالشورى، اخر شيء وقعت والشباب اللي كنتي مش... لا طبعا لا اكيد لا. انا صرت مسخرة، عرفتي الشباب اللي حاطة عينك عليهم شو عملوا؟ لا حاطة عيني حدا، بس انه عرفتي ما قدام شباب بدي وزن اجباري، قد ماني موزنة ومتاخدة بالنظارات سلتت ما شفتها للجورى. عن جد يعني لا تحسد على هالمواقف. يعني بليز لا تسأليني أكثر. خلاص أوكي، أنا مو مشان شيء لأنه وجعت لك قلبي. عن جد يعني ماني حابة لا يصير لك شيء بسببي. لا خلاص يعني شو بدي أعمل، قدر الله وما شاء فعل. ديري بالك بالمرات الثانية. لا خلاص ما توزنت، ما قلت لك على الله صارت. مرة طلعت بالسرفيس فكان معي جزدان كبير حاطته بحضني، فقعد جنبي حدا فهو بده يتحركش عرفتي، فأنا عم حس إنه يا الله في شيء تقيل يعني، في شيء على رجلي تقيل، شو هاد؟ طلع هيك بالجزدان والله مالي حاطة شيء تقيل فيه، بعدين رفعت الجزدان ولقيت ايد. وات؟ طلعت ايده على الجزدان ولا على اجرك؟ خلص على الجزدان. اوكي. اللي صار انه اكيد انا انبحتت يعني. وطلبت منهم انه ينزلوني من السرفيس، او نزلوه له طيب شي مره هيك مثلا وقعتي بالسرفيس وهو عم يمشي او صار شيء؟ مو انا مره ما وقعت، بلشت تطلع المواقف. ايه من امي كنا قاعدين بالسرفيس وهي قاعده بالنص،
هذا الباص الكبير الاخضر، هي قاعده بالنص ونحن قاعدين على الاطراف، ضرب فرام فماما نزلت، يعني العالم كله عم تقول لها الله الله ونحن نهضه، نحن ضحكانين وفارطين ضحك. العالم الغريبه خايفه علي بايامتها ونحن عم نضحك عليها. وهي هلا تذكرت موقف ثاني، خالتي كانت حامل بتذكر ماشي انا وياها بالطريق، ففي جوره فكشت فيها وقعت بالطريق وهي حامل. وقفت واضحك اضحك والعالم كله التمت وعم تقيمها من الطريق، انا بس واقفه عم بضحك ولا كانه انا خالتي. دقيقه يا جماعه نفهم، دقيقه، امك وقعت العالم شالتها وضحكتي، خالتك حامل ما بتشيليها وفرحان قوي. تفكريني انه انا قليله ذوق او مثلا ما لا لا بس هو الواحد بهي المواقف يعني ما بيقدر يكمش ضحكته. اكيد ما بيقدر. يمكن حتى لو انت وقعتي بتضحكي على حالك. اكيد والله العظيم بتضحك على حالي باي موقف بيصير، حتى مثلا اذا بيطلع لي شيء كلب ايام بوشي بيرعبني بتضحك على حالي كثير. مره كنت بالبحر فجيت عم اركض على الشط بدي انزل على المي، فاجت موجه عاليه فاجيت بدي نطع الموجه، قام انا نطيت قام رجعت الموجه قام خبطت بالارض. وما انفجيت، ما صار لك شيء بعد الشر طبعا، يعني صار في جرح بسيط بس ما مو اكثر. ورفقاتك كانوا معك؟ طبعا. ضحكوا عليك؟ طبعا. شيء طبيعي يعني الفرق. طبعا عاداتنا وتقاليدنا، عاداتنا وتقاليدنا. بنلاقي بدل من رفقات يساعدونا لا بيضحكوا عليك. بيضحكوا علينا وبيضحكوا العالم كمان. طيب شي مره رفقاتك هيك صار مع الموقف وانت هيك رديت لهم اياها وضحكت عليهم؟ طبعا جباري ما بي. مثل شو صار؟ يعني مره رفيقي كان عم يركض بقلب باب توما هون بالشارع فقلب بالارض عنا نضحك عليه، ما رضيت اقرب عليه وساعده. برافو، ما رضي يقرب يساعده. واحدة بوحدة واحدة بوحدة. مرحبا، أهلا وسهلا. هلا بدك تحكي لنا موقف صار معك وتمنيتي تنشق الأرض وتبلعك. كنت عم بحضر حفلة، يعني بس قولي ما كتير إنه الموقف بخجل لأنه كانت بس العائلة، وعم نرقص على الكراسي عم طقت فيني الكرسي. بس هيك وقعتي انت؟ هلا لا ما لحقت اني وقع على الاخر، يعني لحقت حالي نزلت دغري على الارض، بس انه الوضع كثير عادي انه بترستي. لا انا شلت الكرسي حطيت واحده ثانيه وكشفت. وقفتي وعم ترستي طبيعي؟ كنتي لابسه كعب؟ لا زحف. زحف والله الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. لو كان صرت بقلب الكرسي تمام. ايه وشو شلون تصرفتي وقتها مع الموقف؟ هيك رفقاتك اهلك شلون تعاملوا؟ هلا الاهل بس مو كلياتهم هيك عم يرقصوا كذا، بقى قليله يعني اللي انتبهوا. حتى انتبه؟ لا اللي انتبهوا عفوا خالتي واختي لانه تسندت فيهم مشان ما اوقع، يعني داركنا الوضع شوي. وغير موقف؟ والله ما بذكر غير الوقعات، يعني شيء بالجامعه بالمدرسه بالكذا، انه يعني كم قصه بالمدرسه انه انكشفنا مثلا كانوا عم بيزبطوا البلور حطينا على المعجونه للانسه براسها، هيك مواقف. شو هاد؟ وات؟ لا دقيقه، هذا الموقف بدي اعرفه، شو حطيتي له براسها للانسه؟ انكسر البلور تبع الصف، ما كنت يعني شيء يمكن صف ثامن، بقى المعجونه فات عمل العامل وكذا لساتها طريه، فاتت هي الانسه، بقى هي كان عنا اياها نص مجنونه كنا نستلمها بكل المدرسه، ونحن نقعد نلحمس لها شعراتها، شو الشعر الحلو يا انسه، انا شيل من الشباك واحط لها شعراتها. والانسه شو كمان تكون يعني انه انتم حابينها؟ هاي انه مفكره انه انا حبيبتها يا انسه، شو هالشعرات الحلوين، شو هالموديل الحلو، يا ميرسي تسلمي لي. نزلت لعند الإدارة شعرها معبه كلياتها معجون. شو عملت؟ ما عرفت إنه أنت؟ لا ما عرفت لأنه كل البنات كانوا مجتمعين حوالينا، بس صوروا فيديو منيح إني ماني مبينة، لكن انفضحت. كنتي عن جد وقتها شقت الأرض وبلعت؟ إنه أي وقتها يا ريت، بقى إنه ما عرفت الإدارة، لا أهلي اضطروا يجوا على المدرسة ولا تشرشح. الحمد لله. لا قلت لك عم لك أنت محظوظة شكلك بهي. يعني منيح إني رفيقتي كانت مغطاية علي شوي مبين بس إيدي هي وعم تحط المعجونة هيك على الراس، بس وشي مو طالع. مرحبا. مرحبا. هلا بدك تحكي لنا موقف صار معك تمنيت الارض تنشق وتبلعك، يعني تختفي خلاص. والله هاي جيت على سوريا. ايش جيتك على سوريا هيك خليتك تحز؟ لا اول ما نزلنا بالطياره طيار يعني سياقته مو منيحه، فطلعت اصوات غريبه بالطياره وكلها يعني تخيل الركاب 300 راكب ضحكون علي. يعني انت خفت بهي الوقت؟ بس طلعت يعني تصرفات مو غريبه. شو عملت؟ انا هي طواني طحت بالقاع. طيب وبالعراق؟ اكثر موقف ما انساه، هو مو يعني مو مضحك ولا هو حزين، بها كنت انا طالع انا بالجنوب ساكن، طلعت للشمال بها ضاعت مصاري فلوسي. طلعت بلا مصاري. والشمال لغه تختلف عن الاكراد. يعني في مسافه بعيده بيناتهم لحتى ترجع لما كان انت. اه اوكي.
1000 كيلو. ايه فاضطريت شحت. شحدت؟ وقفت العالم قلت لهم انه بس بدي مصاري. وقفت العالم بس يعني سألت بس. العالم كيف كانت ردة فعله على الموقف؟ لا اول واحد قبل ساعدني تفهم موقفي بس كان علي موقف صعب حيل. يعني العالم تفهموا وعطوك مصاري وما كان. ايه ماكو مشكلة. من كم شخص اخذت؟ شخص واحد لا هو شخص ايه. وما حكى شيء ابدا. ما حكى شيء بس انا هذا الموقف يعني صعب عليه الانسان كله. والله الله يعينك بصراحه والله لا يحط حدا بموقفك. كنت ماشيه لقيت شب كثير 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 حلو قال اجيت هيك وتفركشت قدامه يعني بين الحوا وبين هي اجى هو اطلع علي وصار يضحك يعني وين كان وين كانت انوثتي وين راحت؟ انت حسيتي لولا انك شو عم يضحكوا علي؟ بيعرفوا ولا القصة؟ لا ما بيعرفوا ما بحكي لحدا. هلا سمعوها دغري هيك معنا. سمعوها. طيب انت بوقتها حسيتي انه حيجي مثلا يلم لك الكتب وكذا ويساعدك؟ اخر شيء راح. ما مداني افرح، ما مداني انبسط الجزء من الثانية. مكتوب علي الحزن. ضحك وراح، بدال انا كان بدي اياه يجي يحاكيني، حمل حاله ضحك وراح. ما ساعدك شالك كذا. ضحك. وين كنت بشارع؟ دغري نزل من عينك، دغري حبيتيه ودغري نزل من عينك وخلاص. حبيته من اول نظرة. شارع عام ما حدا اجى ساعد؟ لا ما حدا. ابدا. يعني هيك تفركشت مو اكثر. قليلي اقرب الناس لقلبي ما ساعدني. اقرب حتى رفقاتي ما بيساعدوني. اذا وقعتي هيك بيجي بيضحكوا عليك مثل. ايه بيضحكوا. هنن على السمع فرطوا ضحك، كيف ما يشوفوك؟ شوفوا عشان هيك انا ما بحكي لهم شيء. في مواقف هيك ثانية مثلا؟ لا ترى اي شيء الحمد لله. هذا هو اكثر موقف؟ لا اكثر موقف. اكثر موقف انغزيت فيه. طب مثلا بالسيرفيس بكذا بالشارع؟ بالسيرفيس ايه طرق راسي. هي مستحيل اذا شو ما تحكي بيضحكوا علي، ليش هيك رفقات؟ هيك رفقاتي كلهم مسخرة، مسخروا علي. طب ليلون حاكيون اي شيء حرام عليكم؟ حرام حرام. لا بالعكس. تنبسطي بس يضحكوا عليك؟ لا ما بنبسط، ما في حدا ما بيضحك، بس رفقاتي كلهم مسخرة. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا بدي اسألكم شو أكثر موقف صار معكم هيك وتمنيتوا تنشال الأرض وتبلعكم؟ أنا وقعت. صار معي؟ طالعة لابسة كندرك عبالي وهيك وشايفة حالي عملت هيك وقعت بالأرض. وين كنتي؟ كنت بباب توما. كنت يعني كان في عالم طبعا وما عاد عرفت شو بدي اعمل، اطلع لورا ولا لقدام ولا شو اعمل ما بعرف. شلون تصرفتي مع الموضوع بعدين؟ مسكت موبايلي وبالارض؟ انا بالارض اساسا عم بحكي على الموبايل وضليتني ماشي. انت وبالارض عم تحكي على الموبايل وضليتي ماشي؟ كيف يعني ما امتي؟ يعني من خجلت يعني اجري يقيموني انه خلص انا بقوم لحالي، بس انا مفكشت رجلي ومكسر الكعب وشو بعرفني حالي. صار شيء لاجرك؟ لا الحمد لله. ايه بس يعني المهم انه اللي حواليك ساعدوكي ما تركوكي بالارض. ضحكي علي وبعد ال كان معك لحالك؟ كان مع رفقاتي. رفقاتك تضحكوا عليك؟ طبعاً. طب ليش دايماً بس واحدة من الشلة تقع الكل بيضحك عليها؟ شو الفكرة؟ هو غير الشاطر لأنه طب والباقي ليش بيضحكوا؟ هو الموقف يعني أنه بتكوني ماشية وشايفة حالك وهيك وأنه أنت كيوت كتير وهيك وفجأة بتوقعي هيك بتنفكش رجلك هون يعني شو صاير معي؟ مرة كنت بالمول مع ماما فماما كانت هيك قدامي ففجأة بعدت ماما شوي عني فكانت في مرة قدامي يعني مثل ماما هيك لابسة تقريبا فأنا فكرتها هي ماما وضلتني عم بحكي معها وهي تطلع فيني إنه مين أنتي بس دارت وشها عم لقيتها هي مو ماما بعدين صدمت أنا يعني لو ما دارت وشها كانت يمكن حكت لها السيارة أي وشلون بعدين هيك تعاملتي مع الموقف؟ قلت لها أسفة خالي بس فكرتك ماما بعتذر منك. منيح ما انقشتيها بالغلط او اخذتيها معك على شي محل تقيسوا تياب وكذا. مرحبا. هلا. هلا بدي تحكي لي موقف صار معك تمنيتي الارض تنشق وتبلعك هيك تختفي يعني. مرة كنا عازمين رفقاتنا على اساس امريكيه بين بعض فانا نسياني جزداني بالبيت فتحت الشقه. هلا عازمين رفقاتكم ولا امريكيه؟ عازمين رفقات بين بعض انه كل وحده على حسابها يلا امريكيه فتحت الجزداني ولا نسياني المصاري ابكي ولا شو ولا اطلب من رفقاتي خجلت كثير. يعني اخر شيء رفقاتك دفعوا لي؟ ايه نزلت تحت الطاوله قد ما خجلت. نزلتي تبكي تحت الطاوله يعني؟ لاني اول مره بنحط بهيك موقف. بعدين شو تعلمتي من هذا الموقف؟ امي الصبايا فحاسبوا عني فضحوني طبعا بعدها رجعتي لهم المصاري؟ بس فضحوني بالجامعه كلها تفقيس. من باب شو؟ تفقيس. ايه وتعلمتي من بعدها تضلي دائما هيك حامله وما تروحي مطاعم اذا ما معك زياده حتى. وهيك خلصت حلقتنا وشفنا بعض المواقف يلي عن جد حزينه وبتبكي يعني انه انا لو صايره فيني ما بعرف شو كنت عملت. اكتبوا لنا انتم كمان بالكومنتات لو صايره فيكم هي الشغلات شو بتعملوا واذا في مواقف متعرضين لها.
حطوا لنا اياها بالكومنتات، ولا تنسوا تعملنا لايك وكومنت وسبسكرايب اهم شيء، وبس باي باي.